أخيراً الوشوش اتقابلت تاني يا منير بيه. إيه اللي رجعك؟ هو أنا مكتوب عليا إن أنا أفضل بعيد ولا إيه؟ أنا أول ما خرجت من السجن قلت أول حاجة لازم أعملها إن أنا أشوف منير بيه. إشمعنى؟ عادي، هو الواحد يعني لما يحب يقدم على وظيفة مش المفروض يكلم صاحب الشغل؟ ليه؟ ما كفكش الفلوس اللي لهفتها من فريدة؟ انت اكيد بتهزر، انت عارف ان انا اتنصب عليا. حد قالك تسلم رقبتك لهاكر ما تعرفوش؟ اهو بلغ عنك، دفعت سنتين من عمري في السجن، سنتين، واللي عرفته ان البنك ما سددش الفلوس وان نصيب فريدة اتحجز عليه. وانا اشتريته، والدور الباقي على اللي كان فاكر نفسه هيبقى جوز الست، وشغلت المارين لحسابك بعد ما كنت سمسار يخوت عليه، ورميت الهلب كالعادة على فريدة، ولما اتقفشت بالحمولة وحاولت تهرب اتمسكت وبقيت زي الفار في المصيدة. غلط ضربة وطاشت، وانا هستنى بقى لغاية ما تصيب بعد ما تبعني. طب ضير ديك لا عاش ولا كان يا منير بيه، هو الواحد بيتعلم، وانا مكان ما تحطني يا منير بيه حسيت. افكر. مهاب وده عايز ايه؟ بيدور في دفاتر القديمة يا ستي، عايز يشتغل. هو فاكرها تكية ولا ايه؟ على فكرة الولد ده حرك وشاطر وممكن نستفيد بيه أول الفترة الجاية. طب والشحنة ميعادها امتى؟ لسه ما تبلغتش بيها. احنا ممكن نبعتها مع اليخوت اللي هتحرك كمان الأربع أيام. لا لا ما ينفعش يا ابني. مساء الخير. خير تاني خالص. مساء الخير. أهلا يا أكرم. ازيك يا منير بيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أنا كنت جاي أبلغ حضرتك إن أنا سكنت الفوج الياباني خلاص. بيرفكت. يلا أنا جاي وراك. كنت عايز أسأل حضرتك على طلب كنت مقدمه بخصوص ياسيني. وانا بصراحه مش واخده بالي، يعني ممكن اتكلم الاتش ار اشوفهم اذا محتاجين عماله ولا لا. انا كان خالد قال لي ان في، هو ياسين مش كان محبوس بقاله سنه؟ طيب هشوف اذا محتاجينه بظروفه دي. طب عموما اللي تشوفي. نورت يا منير بيه. حبيبي يا اكرم، اوعى تخسري اكرم ابدا، عارف كل صغيره وكبيره هنا. انت عارف هو عايز ايه؟ عايز يشغل ابنه تقني في السيستم. لا السيستم لا، شغليه في اي مكان تاني عشان يبقى بعيد عن خط سير اليخوت.